أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم ونسمع لشكاويهم. طبعا اليوم أريد أتحدث بدون رتوش، الحلقة اليوم مخصصة عن المعتقلين في محافظة صلاح الدين. طبعا مع عمليات التحرير الكثير من عوائل صلاح الدين فقدوا أهلهم، طبعا اللي استشهدوا بالعمليات العسكرية وغيرها هذا بحث آخر طبعا، ولحد الآن الشهداء ما حد ماخذ تعويض ولا واحد مستلم شيء. راح نغسل يدينا من هذا الموضوع. الموضوع اللي باقي بي أمل أنه اليوم احنا نتحدث به هو موضوع المعتقلين. طبعا بدءا من مثلا مدينة سامراء، جزيرة سامراء، هذه المناطق امتدادا الى مناطق اخرى. اليوم في يثرب اكو معتقلين، وبين قوسين اكو مختطفين. المعتقل اللي اليوم احنا هو عند جهة حكومية ونعرفه وين ولازم نوصل له ونشوف التحقيقات، نحط له محامي وين توصل له التحقيقات، واغلبهم ابرياء طبعا. واكو مختطفين الى اليوم احنا ما نعرف وين اخبارهم، لكن ضمن التسويه السياسيه اللي القادمه اليوم هناك لازم كشف عن مصير المعتقلين في محافظه صلاح الدين. فاليوم كل مناطق صلاح الدين اكو بيها ناس معتقلين عند جهات حكوميه وجهات غير حكوميه، ولو اليوم الكل صار حكومي، لأن البعض كان يقول أنه مثلاً اللي معتقل عند الحشد الشعبي هي جهة عبارة، لا، اليوم هيئة الحشد الشعبي أصبحت هيئة حكومية، فأيضاً الكل تحت جهة حكومية لازم، لكن اليوم إحنا نطالب بالكشف عن مصيرهم. اليوم نتحدث عن جزيرة سامراء، عن مدينة سامراء، عن جزيرة تكريت، معتقلي قضاء الدور اللي قامت الدنيا ولم تقعد عليهم وبعدين نسوا. اليوم أنا أتعجب وين دور البرلماني، وين دور المسؤول بالمحافظة من الكشف عن مصير أبناء جلتة. أعداد عشرات مئات في سامراء وصلت أعتقد إلى أكثر من 1500 معتقل، في يثرب أعتقد يخبروني عن 100 وكسر معتقل، 165 شخص من قضاء الدور إلى اليوم هم مختفين. العدد الكبير الهائل اللي اعتقل من في الطوز في محرم الماضي بالتفجير، عندما هناك تفجير عند الحسينية واعتقلوا أكثر من 400، طلعوا قسم وبقوا أكثر من 55 شخص إلى اليوم هم مفقودين تماما. من تكريت أكو كثير من أيضا المعتقلين والمخطوفين أيضا. إذا إحنا اليوم الحلقة راح نخصصها للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين في كل مناطق صلاح الدين، من بدءا من الحدود الإدارية، بدءا خلينا نقول من جنوب صلاح الدين امتدادا الى مناطق البيجي وغيرها اللي الكثير جراء العمليات العسكرية اليوم الكثير مختفين. كلام كثير دار ان معتقلي الدور موجودين في بغداد، والبعض يقول في جرف الصخر، لكن وكان هناك مساعي واضحة من اتحاد القوى للكشف عن هذا الموضوع. كان هناك تصريح للسيد ضياء الدوري قبل فترة، النائب عن محافظة صلاح الدين، أيضا صرح تصريح واضح عن معتقلي الدور أنهم موجودين كذا، لكن إلى اليوم إحنا ما وجدنا حقيقة أي كشف واضح عن ملابسات اختطافهم واعتقالهم، رغم إحنا في حلقات ماضية طالبنا وناشدنا وعرضنا أسماءهم وعرضنا كيفية اعتقالهم وين منطقة اعتقالهم والجهة اللي قامت باعتقالهم، لكن إلى اليوم احنا الحكومة، السيد العبادي نفسه، الكثير من المسؤولين زاروه ورحم الله على والديك يا سيد العبادي، بس اكشف لنا عن مصير معتقلين. يعني 165 معتقل من الدور شنو توخروا؟ لو الكثير اليوم من المعتقلين في سامراء 1500 أو أكثر تبخروا، إذن اليوم احنا أمام مشكلة كبيرة، هي مشكلة المعتقلين أو المختطفين. إذا نسميهم مختطفين فيعني جهات غير حكومية مختطفتهم، إحنا نسميهم معتقلين لكن كشفونا عن مصيرهم،
خنشوف وصيرهم وين. المسؤولين الحكوميين اليوم الموجودين اليوم على رأس السلطة يا أخي إذا تخاف راسنا وإحنا يعني إحنا نسولف عنك، لكن إحنا اليوم نريد نوصل قضية أهلنا وناسنا كبيرة على أي شخص عراقي. أن تتصل امرأة على هذا البرنامج في الحلقة الماضية واللي قبلها وقالت أريد بس أخويا وأبويا و مختفين. إذن اليوم إحنا أمام معضلة كبيرة. لكن خلي نضم وياي الشيخ سعد محمود الحبيب، وهو شيخ عام عشيرة البسلو في سامراء. شيخ سعد مرحبا بك. طبعا أنتم لديكم أيضا معتقلين، من اعتقلهم ومتى تاريخ اعتقالهم؟ ممكن تحطنا بالصورة ومن أين اعتقلوا أساسا؟ تفضل شيخ. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته الكرام، صلى الله عليه وسلم. في البداية نشكر قناة سامراء وكادرها المحترم. شكرا لك. نشكر على هذا اللقاء. في البداية تم تبليغ سكان منطقة الجلام شيخ محمد بتاريخ 11/3 الإخلاء من مناطقهم حرصا على سلامتهم. طيب. فالعوائل نعم حقيقة نزحت ما يبعد كيلو وين عن المنطقة. فدقولهم نوع مناشير ابعدوا عن المنطقة خوفا وعن سلام حرصا على سلامتكم. طيب. عن طريق الطائرات، كانت المناشير عن طريق الطائرات. نعم. مباشرة نزحت العوائل، نزحت باتجاه الغربي. نعم. عن الطريق الشيخ محمد، واستقرت لمدة 6 أيام. نعم. يمر بهم الجيش، يمر بهم القوات الأمنية، ما حد تعرف لهم. بعد 6 أيام جاء كتائب سيد الشهداء ودقوهم حاسبة، فلم يجدوا عندهم اي مؤشر. نعم. قالوا لهم ما تجدون؟ قالوا والله ندخل سامراء. استهدفتهم عمارات باتجاه مدينه سامراء لدخولهم الى المدينه. نعم. فكان باستقبالهم القائم مقام سامراء ورئيس المجلس مع سامراء، اخذوا النوم مره ثانيه الهويات ودقوهم حاسبه، ما يوجد اي مؤشر عنهم. هاي الاثناء اجت السيارات حديثة جيكبات يقودوها راكبين بها اشخاص لابسين ملابس عسكرية، وقفت دخولهم، سحبتهم الى مكان يبعد عن السيطرة الذي واقع بين سامرة باتجاه الدور ما يقارب كيلو وين متر بعدتهم عنهم. فعزت النساء الصفحة واخذت الشباب كاملة، اخذت الشباب كاملة يهرسون عليهم انه انتو سبار، انتو سبايكر، انتو دواعش، انتو كذا من الاشياء الافايا. المهم اخذوهم الى جهة معينة، والعدد كان 126 واحد، اخذوهم اخذة واحدة، اكثرهم بعدهم حدد شباب. فاتصلوا بي قالوا الوضعية هالشكل والشكل، قلت لهم يا بدي تعالوا ادخلوا سامراء. دخلوا الى منطقة الصحيوية، رحت ثانية من الصباح استقبلتهم، شنو الموضوع مالكم؟ قالوا والله جينا ندخل كتاب سيد الشهداء، دخلنا الجو بعد ما دقت محاسبة، اخذوا من عندنا 126 شخص، ولحد هاللحظة ما نعرف مجهولين، ما نعرف اين اخذوهم، وين راحوا، وين ودوهم، ما نعلم عنهم كل شيء. فبهذه المناسبة نناشد سماحة السيد علي السيستاني المحترم وكافة المرجعيات الرشيدة بإطلاق سراحهم، كما أناشد السيد مقتدى الصدر المحترم، كما أناشد السيد رئيس الوزراء المحترم والدكتور حيدر العبادي والسيد هذا العامل بإطلاق سراحهم، لأنهم والله مظلومين. وأسى يعني قرية ما توجد فيها غير بس النساء، ومن الله التوفيق. جميل. الشيخ عام عشيرة البسلة سعد محمود حبيب السلاوي السلامي. جميل. شيخ لو سمحت، الشيخ بعد على الخط. شيخ لو الشيخ لو سمحت، كم عدد الأشخاص، كم عددهم، وبأي تاريخ تم اعتقالهم،
والهامرات انت قلت هامرات هامرات جيش ام هامرات تابعه للحشد الشعبي؟ تفضل. تاريخ الاعتقال 11/3/2014. نعم. وعدد الاعتقلوا او اختطفوا 126 شخص، شاب مع شباب رجل. نعم. ولا نعرف اي مصير من اي واحد من عندهم. جميل. الهامرات شيخ، الهامرات يعني الهامرات كانت للجيش العراقي ام حشد شعبي تحديدا شنو؟ والله جت سيارات بيكابات يرتدون الزي العسكري ياخذوهم، ما نعرف بها مجهوله، ما نعرف عنهم كل شيء. نعم. طيب تواصلتوا شيخ، تواصلتوا ويا احد مسؤولين يعني بالمحافظة أو مدينة بقضاء سامراء، أحد المسؤولين؟ ما وصلتوا إلى أي خيوط يعني من ذاك الوقت إلى اليوم؟ مسؤول قانونية ما رئاسة الوزراء وما خليت شخص، ما وصلت وطرحت الموضوع حتى الأخوة أعضاء مجلس النواب كلهم مزعت المطوام وبلغتهم من الشيخ شعلان إلى ضياء الدوري إلى حجي عمار إلى الدرابي، كلهم مطلعين قوائم لهم ولحد الان ما حصلنا نتيجه. فنطلب ونناشد الصليب الاحمر الدولي لمصير هؤلاء الشباب اللي صار لهم سنتين بالضبط، سنتين من راحوا. نعم. جميل. الشيخ سعد محمود الحبيب، شيخ عام عشيرة البسلو، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. شكرا شيخ، وإن شاء الله أيضا إحنا هذا راح نجعل هذه القضية هي قضية رأي عام وننشرها إن شاء الله من خلال قناة سامرة، ونظل نطالب بها إلى أن إن شاء الله يتم الكشف عن مصيرهم. خلينا نشاهد بعض مطالبات شيوخ العشائر حول الكشف عن أكثر من 156 شخص معتقل، وبعدين نرجع. نعاني احنا بالخاص عشيرة المسلو الذي تم اعتقال من نفس العشيرة 126 واحد، ولحد هذا اليوم ما نعرف مصيرهم وين. اعتقلتهم جهة مجهولة من امام السيطرة مال الدور سامرة، واخذوهم وما نعرف عنهم شيء، رغم انه تاريخ 23/10/2015. فراجعت كل المرجعيات الدينية من سماحة السيد السيستاني إلى مهد الكربلائي وإلى المسؤولين كلهم، ولم أجد أي نتيجة ولا أي جواب من عندهم. فنرجو من كافة المرجعيات وكافة المسؤولين أنه يوضحون ما هم ولدنا، إن كان لهم ارتباط خلينوهم، وإن كان لا ولا أكو ناس أبرياء يسلمون إياهم. ونشكر المسؤولين على هذا التجاوب معنا. والله إن شاء الله كلها محلولة، هي المشاكل ما عندنا شيء، إحنا مشاكل بس عندنا قضية المعتقلين. يعني صار لهم سنتين ما نعرف كلهم وين هم. 126 واحد من عشيرة البسلو، ومن ضمنهم ولدي اثنين، والحد هالساعة ما خلنا مكان، ما رحنا له، ما لقينا لهم أي ذكرى ولا حد انطانا نتيجة. ونطالب المرجعية ونطالب الحكومة بس إعلامنا وين هم. والله جهة ما جهة هي عسكرية، عسكرية هدوم عسكرية جونا. أنا شيت معاهم مع ولدي وناس ملاثيم وناس عسكرية وسيارات عسكرية وناس مدنية، وجت ما اعتقلت مكرفت بكرفة واحدة طلعوا ولا خذوا. ولحد الآن ما نعرف أي شيء عنهم. أي تاريخ؟ من يوم 11/3/2015. والحد هالدقيقة والله ما نعرف عنهم كل شيء. احنا في مدينة سامراء ما نعاني من شيء، الحمد لله والشكر، الأمان مثبت ومتعاونين ويا سرايا السلام ومتعاونين ويا كل الجهات الأمنية، متعاونين الحمد لله احنا، ومتعاونين ويا كل العشائر الأخرى. بس احنا نعاني حقيقة، نعاني من يعني اعتقال ولدنا في جلام سامراء. يعني عانينا، مركضنا، ما خلينا أي مكان رحنا إلى، فما حصلنا أي نتيجة. ومن ضمنهم حقيقة ولد خوالي أكثر من 7، والنسوان هسه في مكانها لا عدها لا أحد ولا ماحود. فإن ناشد من خلالكم
وإن ناشد رئيس الوزراء وإن ناشد كل المسؤولين وكل الخيرين في العالم إنه ذول الناس في من مزارعهم يعني في من مزارعهم أخذوهم يعني من ناس ما عندهم كل شيء يعني إحنا نعرفهم يعني والله هسه صار تقريبا سنتين كملوا يعني ما نعرف عنهم كل شيء فنناشد المسؤولين ونناشد الطيبين ونناشد الخيرين إنه بس يشوفونا إنه وين راحوا هذولا يعني وين صاروا هذولا يعني عوائلهم دايحة أطفالهم دايحة طبعا هذه المأساة راح تستمر إلى أن نجد حل لكن أنا ينضم وياي هاتفيا الشيخ حسين أحمد شيخ فخذ البحافظ شيخ حسين مرحبا بك أريد توصف لي وضع عوائل 126 شخص المعتقلين أو المختطفين شنو وضع عوائلهم كم عدد عوائلهم تقريبا ناشدتوا وصلتوا إلى المسؤولين في صلاح الدين شنو كان رد المسؤولين تفضل شيخ والله حبيب الغالي يعني احنا عوائلهم تدري عوائل ما عنده لا اب ولا احد يعينه وكلها اطفال كلها اطفال ونساء ما عندهم احد البيت اللي يروح منه ثلاثه واربعه ومن ضمنهم بهم سبعه مو يعني شيخنا نعم اسمعك شيخ تفضل كمل سولف المجال لك تفضل سولف براحتك تفضل شيخ والله احنا نطالب بأخبارنا للمعتقلين الوجبة الأولى عددهم 56 واحد واعتقلوا من العيد واخبرنا شيخنا العزيز بانسحابنا إلى القوات الأمنية والتقينا بكتائب سيد الشهداء ورحبوا بنا وسحبونا إلى ودقونا حاسبة وسحبونا إلى سيطرة سامراء والتقى بنا الأستاذ عمر أبو المجلس وقام وقدمونا الماء والإشارة للعوائل وسحبونا إلى مدخل سيطرة سامراء وجتنا قوة ورجعتنا إلى الخلف واعتقلوا الوجبة الثانية هو عددهم 70 واحد من ونطالب سيد رئيس الوزراء المحترم حجر العبادي ويخبرنا بأولادنا خيرهم نعم الآن شيخ حسين بس أريدك تفهمني الآن المعتقلين هم 56 لو 126 مثل ما قال الشيخ سعد المحمود الحبيب قبل شوي مالهم المجموع مالهم 126 المجموع مالهم نعم كم وجبة شيخ كم وجبة وجبة أولى وين اعتقلوهم والوجبة الثانية وين اعتقلوهم وكم عددهم تفضل وجبتين اعتبروا لنا 56 وردوا اعتقلوا لنا 70 نعم هو عددهم 126 نعم الوجبة الأولى والثانية 126 نعم طيب شيخ حسين الآن أنتوا التقيتوا يعني مسؤولين السيد قائد عمليات سامرة مثلا المحافظ ما انطوكم نتيجة أبدا يعني شيخنا أبتر راح للمحافظ ما خلى أي مسؤول ما أبتر عليه ما حصل أي نتيجة والله وصل المحافظ وصلنا خبر وقلنا له ما بالواحد من هذا ما وصلنا على خبر بس الحاجة الدقيقة ما جانا أي نعم شكرا الشيخ حسين أحمد محمود وهو شيخ فخذ المحافظ شكرا لك طبعا احنا موضوع هذا معتقلين لأول مرة يثار خصوصا موضوع المسلم لكن راح نتحدث عن ملف آخر موضوع معتقلين في الدور موضوع معتقلين في الطوز موضوع معتقلين في يثرب وبلد وإلى آخرها أيضا راح نتحدث عنه موضوع معتقلين في جزيرة تكريت أيضا
الكثير. لكن بداية الحلقة كنا أريد نتحدث عن موضوع المعتقلين من المسلة. وشكرا للشيخ سعد محمود الحبيب الشيخ عام عشرة المسلة، وأيضا شكرا للشيخ حسين أحمد الشيخ فخذ البحافظ. شكرا لكم. إذا أحبتي الكرام مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس. أرحب بضيفي اللي انضم معي الشيخ عمر عوض الأسعد، وهو شيخ عشرة الشويخات. شيخ عمر مرحبا بك. شيخ عمر تسمعني؟ أسمعك واضح. مرحبا بك. أهلا أخي العزيز، حياك الله. سنتحدث معك بتفصيل عن موضوع معتقلي الدور، لكن ننتقل إلى فاصل ثم نكمل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس. اللي أشاهد بعض مطالبات أهالي قضاء الدور وشيوخ الدور حول الكشف عن مصير المعتقلين. زميل مخرج إجازات، خلينا نشوفه أول وبعدين ننتقل لضيفنا. نشوف هذا الموقع من موقع مركز شباب الدور وباسم مجلس عشائر الدور ومثقفي الدور وأهل الدور، نطالب السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي والمرجعية الدينية السيد علي السستاني وكل قيادات الحشد الشعبي وقيادات البلد أن ينظروا إلى حال الدور، المدينة المنكوبة، منكوبة بأهلها، منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة بقاعدتها المادية بكل شيء. نطلب من المسؤولين ومن مجلس النواب أن ينظر إلى معتقلي الدور وعددهم 291 معتقل مضى على اعتقالهم سنة وشهرين، لا نعرف مصيرهم. هل هذه دولة؟ هل هذا هو إنصاف؟ نطالبهم ونطالب المسؤولين بتدخل لإطلاق سراح أبنائنا، لأننا لم تكتمل الفرحة بعد تحرير مدينتنا من داعش اللعين وأصبحنا معلقين لا نعرف مصيرهم. يا أخوان، يا مسؤولين، يا دولة، يا مرجعية، انصفوا أبناءنا، انصفوا عوائلنا، عوائل النساء وعوائل الأطفال تنظر إلى قدوم آبائهم، قدوم أبنائهم، ولا من مجيب، لا سياسي يجيبنا، لا مسؤول يجيبنا، لا مرجعية تجيبنا. إلى أين نذهب؟ إلى أين نذهب يا أخوان، يا سياسة؟ وتقولون بلد العراق وبلد العراق، لكنكم لا تنظرون إلى المواطن العراقي. أرجوكم، أرجوكم يا مسؤولين، يا مسؤولين انظروا حال المعتقلين، معتقلي الدور الأبرياء، لأنهم أبرياء بمعنى الكلمة. الدواعش هربوا إلى الموصل وإلى الشرقاط، وبقوا العوائل الفقيرة والناس الشرفاء تنتظر قدوم القوات المسلحة، وقدمت القوات المسلحة ومع الأسف تعاملت معهم بشدة لا حدود لها، وأصبح اعتقالهم سنة وشهرين لا نعرف مصيرهم. هل هي هذه دولة؟ هل هذا هو انصاف؟ أرجوكم انصفونا. قد لا تعجبكم تصريحاتنا، لكن هذا تصريح كل أهالي الدور يقولونه، لكن كثير من لا يستطيع أن يقول. لكن هذا هو حالنا، نحن نئن بالظلم، ظلم أبنائنا، ظلم أخواننا، ظلم أقاربنا، 291 لا نعرف مصيرهم. أرجوكم يا مرجعية، أرجوك يا سيد مقتدى، أرجوكم يا مرجعية العظام، انصفوا أهل الدور، انصفوا أهل الدور لأنهم أبرياء، لا تنظرون إليهم منظار الدور بمنظار آخر، منظار عراقيين أبرياء وقع علينا ظلم لا حدود له. نحن شيوخ ووجهاء قضاء الدور نطالب الحكومة ونطالب المرجعية بإطلاق سراح معتقلين الأبرياء الذي اعتقلتهم القوات الأمنية وعن طريق الخطأ، لأنه الكل يعرف وأنت تعرفون ومسؤولين يعرفون أنه الداعشي والمطلوب لا يمكن أن يبقى بالمنطقة اللي يتقدم عليها الجيش أو القوات الأمنية، لأنه هو مطلوب، فكيف يبقى في هذه المنطقة؟ نطالب من السيد مقتدى الصدر، من المرجعية، من الحكومة، من رئيس الوزراء، من الحكومة المحلية بإطلاق سراح أولادنا، لأنه وقع الظلم والظلم الشديد عليهم، ولا صار شهر سنة وشهرين لا نعرف عنهم شيء. يعني هذه بعض كان مطالبات، طبعا هي قديمة لكن احنا نجددها لأنها هي مطالبات للشيوخ العشائر. أرحب بضيفي الشيخ عمر عوض الأسعد. شيخ عمر مرحبا بك. أهلا أخي الكريم ورحب. بداية، إيش قد صار لهم معتقلي الدور؟
تصريح قبل فترة للسيد ضياء الدوري النائب عن قضاء الدور، خلينا نكون واضحين، وقال إن شاء الله قريبا وملتقي بالسيد رئيس الوزراء وتوسل بي وقال له بلكت تشوف لنا تكشف عن مصيرهم. وصلتوا إلى خيوط؟ إيش قد صار لهم إلى الآن؟ العدد كم يعني بالتصريح يقول 291 شخص، أنا أدري يمكن 160 شخص. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالبداية أستاذ مقداد تحية لك ولقناتكم الموقرة اللي وبرنامجك الرائع الذي ينقل دائما هموم الناس ومعاناتهم وآلامهم. أسأل الله لكم التوفيق دائما. شكرا شيخ. بالنسبة لقضاء الدور، احنا راح نرجع كل فترة كل مرة نرجع نسولف نعيد الأمور، أخاف الناس تنسى، أخاف المسؤولين اللي يسمعونا اللي دائما نذكرهم بيت الشعر نقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. قضاء الدور أكبر أقضية صلاح الدين إداريا، تقطن في مركز المدينة 5 عشائر وفي الأطراف 7 عشائر، مجموع عشائر كلهم 12 عشيرة. قضاء الدور كما معلوم يعني أبناء قضاء الدور يدعون دائما إلى السلام، ناس مسالمين، احنا شلون نقولها بالعامية، يدورون السليلة. من أجل الحشد دخل لتحرير الدور، احنا ما نريد نقول الحشد، حنقول مليشة من الحشد. الحشد بصورة عامة ما نتكلم عنه، لكن السيد مقتدى الصدر قال هناك ميليشيات سيئة داخل الحشد، فمن دخلوا يحررون الدور من قبضة داعش. للأسف اللي صار أنهم فلشوا البيوت، حرقوا المحلات، حرقوا المنازل أيضا. المستغرب أنه البيوت التي دمرت وفجرت وحرقت هي ليست بيوت الدواعش، وإنما بيوت الناس الأبرياء العزل. فلم تكن عملية تحرير فقط، إنما أكو هناك عملية انتقام من أهل المنطقة. السبب لماذا لا أعلم. طيب أكو كان أحد شيوخ العشائر ربما أنت تعرفهم، اللي الشيخ الأول اللي طلع يتكلم قال إنه نرجو من الحكومة ألا تنظر إلى الدور بمنظار آخر. يعني هل يعقل إنه إحنا بعد 13 سنة إحنا اليوم ننظر إلى قضاء الدور بمنظار آخر مثلا المنظار السابق؟ وأنت تعرف يمكن وتفهم مغزى كلامي. الأخ كان المتكلم على التلفاز هذا الأخونا الشيخ عبد المالك شهاب الملا خليل، أحد شيوخ عشيرة المواشط، وأخوه حج ضامن. هسه هنرجع نكمل الرواية مرة أخرى، هذه أنه الدور ينظروا له منظار سابق، هذا يعني من الخطأ الفادح ومن الظلم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. احنا المفروض أمة إسلامية، احنا بعيد يعني للأسف يدعون الإسلام، يدعون حبهم لآل البيت، للصحابة، لاتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلها فقط في الكلام، لا يوجد شيء على أرض الواقع. عند دخول الحشد إلى قضاء الدور لتحرير من دواعش، شقيق الشيخ مالك الحاج شهاب قبل المتحدث قبل قليل، الحاج ضامن، في أرض في الجلام أخذ العوائل الفقيرة. تعرف أنت الناس من نزحت، النزوح كان بهذلة، يعني إراد لمصاريف، إراد لوسائل نقل، توفير عيشة، أكو عوائل فقيرة مستضعفة، هذه ما قدرت تترك ديارها. فالحاج ضامن الحاج شهاب أخذهم بالجلام الدور في مزرعته وسوى لهم مخيمات هناك، وسكنوا هناك العوائل العزل الآمنة البريئة. وكما معلوم هو يعني القاصي وداني، هذا شيء يعني حتى ما يراد فراسة، أنه داعش ما ينتظر الحشد يجي يدخل يمه ويقول له صباح الخير والسلام عليكم، هذا داروا وجوههم هزموا للشرقاط والحويجة وللموصل، هاي معروفة هذه الشغلة. ثاني شيء احنا يعني نقولها بالعامية، احنا ولد القرية وكمان نعرف أخيه بالدور اللي صاروا داعش معروفين، أسماء معدودة. فمن دخلوا الحشد الحاج ضامن والعوائل الدوريين الموجودين معاه
قاموا بذبح الذبائح واعداد الولائم واطعموهم، وبعد يومين تم اعتقالهم واقتيادهم الى جهه مجهوله. من ذاك الوقت يعني احنا اليوم دخلنا في 2017 وهذا شهر الواحد، بعد شهر ونص صار سنتين لهم معتقلين، يعني مخطوفين وليس معتقلين. على المعتقل انسان معروف اين محتجز عند اي جهه. لماذا اكو امور قضائيه وضابط امر قبض دعاوي؟ هذول كل شيء ماكو لهم، ماكو لهم خبر، ما نعرفهم. المشكله ما نعرفهم احياء ام اموات. نرجع الى بالنسبه للعدد، احنا قلنا قضاء الدور اكبر قضاء اداري في صلاح الدين ب 12 عشيره. المركز اللي يقابلون الدوري هم 5 عشائر، هو السبعه الاخرى هي الاطراف. المعتقلين شيخ لو سمحت، المعتقلين من كل العشائر. المعتقلين اوزع المعتقلين على العشائر مالتهم. طيب طيب تفضل. فالحاج عبد المالك قبل شويه من تكلم غلط بالعدد، مره قال 191 وقال مره 192 291 عفوا. العدد الصحيح من لكل من الدور هم 303 العدد الكلي. نعم. 256 من ابناء مدينه الدور و47 شخص من شمر من قرى الناعمه والحسان، وهم جميعهم ذولا 47 من عشيره الاسلم. ال 256 من ابناء الدور من مدينه من ابناء مدينه الدور هذول تم يعني لا يعرف عنهم. قلت لك ذبح لهم الذبائح وعدوا لهم الولائم، فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ بيهم دواعش ذول برايك كانوا ام كلهم عوائل فقيره؟ لا كلهم. احنا هذا 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 الموضوع ظل يعني ظل ناكد عليه، وقبل قبل شوي قلت لك احنا يعني ولد القريه وكل من يعرفه خيه. نعم. الدواعش انهزموا، هاي معروفه القاصي والداني. ثانيا اللي انضموا للداعش معروفين ومعلومين، ما يقدرون يختلون نفسهم بين هؤلاء الناس. هذول الناس ابرياء عزل، ناس فقراء مستضعفه، ما عندهم حتى امكانيه يطلعون خارج الدور. فاخذهم الشيخ ضامن الى مزرعته بجلهم حتى يويهم من العمليات العسكريه، من يدخلون الحشد والجيش وبعدين يرجعون الى ديارهم. وسبحان الله تم اختطافهم، لحد الان ما يعرف مصيرهم. هناك 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 مناشدات لاكثر على مر هذه السنتين المضت، المسؤولين للمسؤولين للاجهزه الحكوميه. احنا قبل فتره ايضا على قناتكم الموقره طلعنا، وكان قبل فتره قبل لقائنا طالع على التلفاز عليهم ايضا على قناتكم السيد النائب ضياء الدوري، ويتكلم عنه ملتقي برئيس وزراء السيد حيدر العبادي، وقايل له انه عندنا معتقلين وكذا، ورئيس وزراء توعد انه راح يطالب. وهذا احنا دائما نعلق عليها ونضحك، يعني العرب تقول العرب تقول السيد اللي ما يشاور سموه بالخرق، فكيف برئيس وزراء يطالب؟ هو رئيس وزراء يطالب؟ رئيس وزراء يطالب، فانت تخيل احنا في اي مهزله. طيب اذا رئيس وزراء يطالب لعد الى اعلى سلطه احنا شو نسوي؟ بدون سلطه. طيب اعطيني المختطفين من 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 يعني ال 256 هم من الدور، من كل عشائر الدور؟ اي نعم، من كل عشائر الدور، من الشويخات. نعم. من ابو جمعه، من ابو حيدر الثقل الاكبر والمواش، ثم في الثقل الاكبر في هذين العشيرتين، ومن عشيره المدلل. وال 47 من ابو حسان، وال 47 من شمر من عشائر الاسلم، من منطقه الناعمه ومنطقه الحسان. طيب اليوم يعني انا بس يعني معقول اليوم احنا كم هائل 303 معتقل الى اليوم عوائلهم اولا رجعت للدور لو بعد ما رجعت، ثانيا ما تكشفت خيوط وين مختطفين الى الان؟ وقسم قالوا هم بجرف الصخر، قسم قالوا هم لقيناهم بسجن في بغداد، والى الان واكو قسم طلع، اكو قسم من المعتقلين طلعوا. يعني انا اكثر من خبر قريت انه اطلق سراح قسم من معتقلي قضاء الدور، وهذا ما قام به السيد من جازات السيد المحافظ ابو مازن. تفضل. اريد اجاوبك من اخر نقطه انت تحدثت بها ونرجع على البدايه. نعم. بالنسبه لاطلاق السراح، تم اطلاق سراح النساء في البدايه قبل ما يجي السيد ابو مازن استلام المحافظه.
يعني ما كان له اي دخل بهذا الموضوع. عم الرجل ابو مازن شيوخ الدور ذهبوا المحافظة وهو الرجل تكلم وتكلم حقيقة بحزم في ذاك اللقاء المؤتمر الصحفي، وحمل الحشد مسؤولية اختفاء أبناء الدور، لكن للأسف لم يتم إخراج أي أحد، يعني لم يتم إطلاق سراح أي أحد من أبناء الدور. تم إطلاق سراح، نعم السيد أبو مازن المحافظ أطلق سراح مجموعة من المعتقلين، ولكن ليس من أبناء الدور وإنما من أبناء يثرب ومن تكريت وليس من الدور. نعم من يعني مو من الدور اللي هم اللي تم إطلاق سراح. لا مو من الدور، مو من ذول 256 أبناء الدور. طيب جميل، خلينا نشاهد مناشدة لأم أحد المعتقلين، خلينا نشاهدها وياك شيخ وبعدين نرجع. خلينا نشاهد المناشدة. صار قصف على الدور ونزحنا على الجلون، نزحنا على الجلون من القصف، جاء جيش واحنا بجلون، وجوا اختهم للولد ثلاثة وابوهم أربعة، وظليت بس أنا والنسوان، شنو أنا اثنين وبنات اثنين وأني خمسة بنات ثلاثة ستة، وبنتي هي ولدها مخدور رجلها، هي ولدها هم مخدور رجلها، ستة ست نسوان وثلاث جهال، يعني ست تسع تنفس قاعدين بهذا البيت، لا عدنا معين لا عدنا راتب لا عدنا أحد، وما ندال مصيرهم أشنهو. اليوم سنة وشهر صار ما نعرف مصيرهم أشنهو. هسه ولدنا احنا وريد الناشد رئيس الوزراء بتشي الله يوفقه والله ينطي ويربي علينا، هو أبونا وهو أخونا ويربي حالتنا، وشوفنا ولدنا وين صاروا. دزجينا نطلعها الأسماء السيد ضياء. محافظ صلاح الدين ما رحنا عليه، ما شفنا ما واجهنا. رئيس المجلس ما شفنا، ما رحنا عليه. ايه ما رحنا عليه. شو تطالبون حجية؟ نطالب بولدنا، نطالب بولدنا. نعم مصيرهم مجهول، ما نعرف وينهم هسه، واليوم سنة وشهر وريد الله بشي يفكونا يعطونا اياهم، يطلعونا اياهم. كل شيء ما عندنا، لا عندنا معين لا عندنا احد، عندنا ست تنفس هسه، احنا تسع تنفس قاعدين بهذا البيت، والعالم تصدق علينا. الحج عنده تقاعد اليوم صار سنه، ما حد ما ينطونا اياه الا هو الحج. الحج البطاقه عنده والهويه عنده مال التقاعد. الحج هم بالمعتقل هم اخذوه وياه، دوم ثلاث ولد وابوهم اربعه، ما عندي هسه كل احد انا بالبيت، بس أنا بناتي واتشنان قاعدين تسع تنفس قاعدين بهذا البيت، ونطالب رئيس الوزراء، نطالب المسؤولين، نطالب أحد يعني يشوفوا لنا ولدنا وين صاروا. اليوم سنة وشهر الهام. جميل، يعني شفتوا مناشدة المؤلمة للمرأة، لكن خليني أشوف تصريح السيد أبو مازن، تصريح قديم إذا تقدر طلع لنا يا زميل المخرج تصريح السيد أبو مازن حول موضوع معتقلي الدور. خلينا نشاهد تصريح سيد ابو مازن. طيب النساء الموجودات هنا هذول ذوي المفقودين يطالبون حكومه المحافظه، ونحن باسم هؤلاء نطالب حكومه المركز ان يطلق سراح ذويهم، يعني المسجون يطلع، البريء منهم السيء يحكم. هذه العوائل تريد تعرف مصير أبنائها هنا في الدور، ما بالك في الأقضية الأخرى. الحكومة محرجة أمام العوائل، لأننا نمثل هذه العوائل ولا نستطيع أن نجيب أين تواجد أبنائهم. فندعو الحكومة المركزية الاهتمام بهذا الملف، ملف المفقودين في محافظة صلاح الدين. يشوفون شرفهم وعرضهم وعقلهم هنا، يريدون أبنائهم 247 مفقود في الدور. نطالب الحكومة المركزية وكل الأجهزة الأمنية وقيادات الحشد بالإفصاح عن تواجدهم، وإن قتلوا وإن أعدموا فلا بأس،
يجب أن يعلم ما هو مصير أبنائنا في محافظة صلاح الدين. لا نقبل مفقود هنا ويعتقل من قبل الأجهزة الأمنية. هذا تصريح قديم للسيد المحافظ. شيخ عمر أعود لك، يعني الكل يطالب الحكومة المركزية ورئاسة الوزراء وكذا، ولكن دون جدوى. أعتقد أن ماكو اهتمام واضح بهذا الملف من قبل المسؤولين في الحكومة المركزية. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني هذا موضوع عدم الاهتمام، تفضل. يعني للأسف حكومتنا المركزية إن كانت سلطة تنفيذية متمثلة برئاسة الوزراء وأجهزتها، أم سلطة تشريعية متمثلة بمجلس النواب، لم يكن لهم دور يذكر أو دور مرجو من أدهم لبيان واقع حال هؤلاء الناس المخطوفة الذين لا يعلم شيء عن مصيرهم. أنا شبهتها حكومتنا، يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فحكومتنا صار مثل المجلس الوزراء أو مجلس النواب، صار مثل الخمر والميسر، يعني ما بيهم فايدة، مضرتهم أكثر من نفعهم. مجرد استهلاك لموارد العراق. طيب أنا أرد أسألك سؤال شيخ. نعم. خلينا نكون واقعيين، يعني يقول لك اليوم الحكومة المركزية شنو تريد تسوي، أو السيد رئيس الوزراء شنو يقدر يسوي إذا هو رئيس الوزراء بالبداية صرح يقول يعني إحنا الناشد، يعني شو راح يقدر يسوي رئيس الوزراء برأيك أنت؟ تفضل. صراحة سولف لي. يعني هذا السؤال ما ينسأل، والله ما أعرف. نعم. أقول لك هذه من يعني إحنا نضحك شر البلية ما يضحك. يعني إذا رئيس الوزراء تقول لي شو يسوي، رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، السلطة التنفيذية كلها في إيده. إذا هو يطالب العدل النائب شو يسوي، شيخ العشيرة شو يسوي، المحافظ شو يسوي، المواطن البسيط، هذه المرأة هم لو عدم غيرة، لو عدم غيرة وشرف، هاي المرأة شافوها يفكرون بها شلون قاعد توكل بناتها، شلون قاعد تعيش، من أخذوا رجلها وأخذوا ابنها وأخذوا أخوها، منو عيلها؟ الشكوى لله. بس هي نقطة بالقصة وراحت من عندهم مع الأسف والله. طيب أنا سؤال أخير لأنه عندي الوقت أشارف عنها، شنو مطالباتكم اليوم للحكومة؟ وأكو خيوط ما حد يقبل يحكي عنها، تتوقع اليوم ذولا المحافظ يقول 247 وأنت ذكرت لي 303 والمتحدث قال لي 291، مهم يعني رغم هذا المهم إحنا المبدأ واحد. برأيك هل هم موجودين على قيد الحياة مختطفين؟ معقولة هل هم هالسنتين كلها مختطفين؟ وين حاطيهم؟ يعني هاي تفضل. المحافظ قال 249 ونقص من عدم 9 حسب النساء اللي طلعن 9 فنقص من 256. نعم. مو مضافن على 256. طيب برجع بالعكس يعني. نعم. العدد أقرب للصحيح. نعم. العفو تقدر تعيد لي السؤال الأخير؟ وين تتوقع ذول اليوم ورا سنتين؟ هل تعتقد بعدهم موجودين اليوم ذول معتقلين، أو ربما هم لا سامح الله ممكن قتلوا؟ وينهم؟ ليش إلى الآن ضاميهم؟ زين شنو ذول المعتقلين المهمين اللي صار لهم سنتين هم متحافظين عليهم وما يحد يدري وينهم؟ والله فضل. يعني هذا السؤال هو احنا اللي ندور عليه. هاي مناشداتنا، هذه لقاءاتنا، هاي اتصالات المسؤولين الحكومة، كتاباتنا عبر الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مصيرهم. سبق وأن قلنا أنه بعض قالوا أنهم في جرف الصخر، البعض قالوا أنهم في سجون في الكاظمية، في سجون سرية في مدينة الصدر، في سجون سرية في كربلاء، لكن لم يأتي إلينا يعني خبر يؤكد ذلك. حتى النواب صلاح الدين اللي احنا ناخذ يعني ناخذهم بجانب الحسن، مو انه سيئه، مو انه تاجرهم بالقضيه،
وبلا جدوى وبلا نفع. ما قدروا يتوصلون الى هم اين وين موجودين. ما عرفنا هل هم احياء ام اموات. احنا نسال الله انه يفرج عنهم. ودائما نضل من خلال قناتكم قنوات الاخرى الناس الطيبه اهل الغيره والشيمه انه نحاول هذه القضيه انه تصير قضيه دوليه، لانه هذول مو دجاجات وراحت طارن بصفحه. بشر واين حقوق منظمه حقوق الانسان؟ هاي الديمقراطيه اللي يتحدثون عنها للاسف. نعم. احنا دائما اقولها الديمقراطيه هي افيون الشعوب. ابناء الدور يعني نسال الله ان يفرج عنهم، يرجعهم الى اهلهم سالمين غانمين. عندي موضوع اخر ايضا اريد اعقب عليه. نعم. اذا عندكم مجال. تفضل تفضل، معك وقت شيخ تفضل. احنا نرجع خطوه بسيطه الى احداث دخول داعش. نعم. داعش احنا معروفه من صناعتها وكيف دخلت العراق وهالامور هذه، لكن داعش انضمت لها من ابناء هذه المناطق، انضموا لها ناس معروفه سفهاء. البعض من عندهم لم يكن من الناس السفهاء او الناس اجلكم الله السفلة الساقطه، وانما ناس جار عليهم الظلم، تم اعتقالهم بصوره عشوائيه كما يحدث الان، كم تم تعذيبهم. يعني هذا صار عندنا بالدور. في يوم من الايام اعتقلوا 17 واحد، اخذوا من عمليات دجله. من ضمن الاسباب انه ضابط اللي ابو الاستخبارات او ابو الشؤون على مود هذا الولد مصادق ذيك البنيه هو يحبها او كذا، واذا امور تافهه ما تسولف يعني، كتبوا عليهم سجنوهم. فهذول في حاله من يسجنون هم شباب بعدهم صغار من مواليد التسعينات وما تحت. نعم. من يطلع عندهم فكر متطرف. من يخرج من السجن كيف يصير هذا؟ فكر متطرف يحمل. كيف يصير هذا؟ احنا ليش بنرجع للمسببات؟ اليوم احنا رجعنا لنفس نقطة البداية وأسوأ أيضا. صلاح الدين من سقطت. منو كان لازمها؟ شو لازميها؟ نفسهم رجعوا لازموها. لا حاسبوهم على تقصيرهم ولا حاسبوهم على سوء إدارتهم. طيب. والآن هم البعض من عندهم من الذين هربوا. ليس كلهم هربوا، بعض قاتلوا وبعض واجهوا، لكن بعض من الذين هربوا وعادوا الان يكتبون على الناس على الناس الابطال والناس الثقات لتغطيه اخطائهم. هذه الشغله هذا العمل راح يرجع الى ايضا الى توريث الاحقاد. نعم. الى تطرف الناس، الى جعل الناس او ابناء العشائر لا سلك مسلك الاجرامي. لماذا لم يكن هذا المسلك الإجرامي سابقا موجود؟ جميل شيخ. اليوم نعم أريد أكمل كلامي بلا زحمة. نعم دقيقة تفضل. اليوم عندنا هذا، احنا بدنا نحكي عن الظلم اللي يصير والظلم وظلمات. نعم. اليوم عندي عائلة، أنا عندي بالدور عائلة والدهم مواليد 1940، يعني رجل كبير في السن. نعم. عنده ولد قتلوا قاعدة في أحدى مناطق صلاح الدين قبل كم سنة، وعنده ولد داوم منتسب في الشرطة، وعنده أخوه راح انجرف في داعش. نعم. يجون يحاسبوه له، أنت ما تدخل للدور لأن أخوك يا داعش. نعم. هذه المشكلة شيخ في كثير من المناطق، أن ابن عمك وابن خالك، وأعتقد هذا الموضوع سوف يتم حله في يعني هذا موضوع. هذا لا يجب حله. أنه بالنسبة لا يؤخذ بالنسبة للدور اليوم. لا يؤخذ أحد بجريرة يعني غيره. أنا أريد أشكرك شيخ عمر عوض الأسعد شيخ عشيرة الشواخات، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. شكرا شيخ. شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم. وشكر الله مسعاكم. شكرا لك. اذا سريعا احمد كرام، في بعض الاتصالات لازم اخذ اتصالات سريعه. ناخذ اتصال جاهز؟ نعم ناخذ اتصال سريع. تفضل. الو. تفضل استاذ غلال. اي تفضل انت على الهواء. وياك ابو نجم. ابو نجم تفضل. عندي اخوتي خذوها من جزيره تكريت، تحرير جزيره تكريت 3/3. نعم جزيرة تكريت، أي تاريخ؟ 3/3/2015 صح؟ 16 يعني جديد. احنا الآن 2017، تفضل صار 2016.
نعم أبو نجم انقطع الاتصال لكن التاريخ يمي. تمام اتصال آخر سريعا تفضل. تفضل نعم اتصال تفضل. اتصال شباب تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم. عليكم السلام تفضل. قناة سامراء عيني. اي تفضل انت على هواء تفضل. يعني ليش ما تفرقون المعتقلين الشرقات؟ ليش بس معتقلين الدور معتقلين سامراء الشرقات عندي معتقلين يعني؟ سولفني سولفني وانا خادم تدلل بس سولفني تفضل. اكو عندنا معتقلين اعتقلوا جماعة من نزحة ولحد الان ما نعرف مصيرهم وين. من وين ومن اعتقلهم واي تاريخ؟ بس سولف لي تفضل. ما اعرف منطقتي هسه اعتقلوا بالشهر السابع. الشهر السابع؟ من نعم. اعتقلهم؟ ما اعرف وصلوا منطقتي الاسنده واختفوا لحد اليوم ما نعرف مصيرهم وين. يعني اعتقلتوا اعتقلهم جيش اتحاديه حشد منو تحديدا ما تذكر؟ يقال انه سيطره الحشد. نعم. يقال انه سيطره للحشد اعتقلتهم. نعم سيطره للحشد تمام. شي في شهر سبعه ما عرفنا لحد اليوم ما نعرف يا جهه. كم شخص؟ نعم كم شخص؟ حبيبي انا عندي اخوي اعتقل بهالمكان ولحد الان ما اعرف مصيره وين. نعم طيب شكرا. نعم شكرا. انا ودي اخذ اتصالات كثيره لكن خلي موعدنا السبت راح نتحدث اوسع عن هذا الموضوع نستضيف مسؤولين حكوميين وامنيين حول هذا الموضوع مع الناس حيث تعصف بنا رياح التغيير فيكون ملاذ فضفضتنا مع الناس. منكم واليكم باسمكم اشكر الشيخ سعد محمود الحبيب شيخ عام عشار المسلو الشيخ حسين احمد شيخ فخذ المحافظ ايضا اشكر كان ضيفي اللي انضم معي عبر الاقمار الشيخ عمر عوض الاسعد شيخ عشيره الشويخات. الشكر موصول لكم احبتي على حسن المتابعه. موعدنا مساء السبت الساعه السابعه بتوقيت بغداد. ها هو مقداد الحميداني يترككم بحفظ الله ورعايته في امان الله. We'll be right back.